حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. دواء اليمنيين تجارة ميليشيا الحوثي الجديدة. الموقع بوست يسرد قصة إعلامي يمني من مدير البرامج الدينية في التلفزيون إلى بائع في دكان صغير. ولاجئون يحولون مخيمهم إلى حدائق مزهرة. أهلا بكم، والبداية من الخبر الذي تصدر الصفحات الرئيسية في المواقع الإخبارية وعنوان سبتمبر نت. 5 شهداء بصاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيا على حي سكني في مأرب. وذكرت مصادر محلية لسبتمبر نت أن صاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيا الحوثي سقط على حي سكني مكتظم بالسكان جوار مسجد عذبان وسط المدينة، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى من المدنيين. من جانبه أوضح مصدر طبي أن الحصيلة الأولية لهذه الجريمة هي استشهاد 5 مواطنين على الأقل، بينهم امرأة، وإصابة نحو 25 آخرين من ضمنهم أطفال، وأن العدد مرشح للزيادة بسبب خطورة بعض الإصابات. وتستهدف ميليشيا الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية في مدينة مأرب بشكل عشوائي ومتكرر بصواريخ الكاتيوشا، ما يتسبب بسقوط ضحايا من النساء من المدنيين بينهم نساء وأطفال. تقارن صحيفة الأيام بين الماضي والحاضر في عاصمة اليمنيين المؤقتة وتعنون رمضان في عدن بين الماضي والحاضر. وقالت الصحيفة: إذا أردنا عمل مقارنة بين رمضان في ذلك الزمن وما نحن عليه الآن، فسوف نجد الكثير من الفروقات ولا يوجد أي مجال للمقارنة. فرمضان هذا العام كان الأسوأ من الثلاثة الأعوام الماضية، حيث لم نعد نسمع في الشوارع ووسائل النقل وفي كل الأماكن العامة إلا شكاوى وآهات الناس الممزوجة بأنين الألم والحزن والأسى من معاناتهم اليومية من انقطاعات الكهرباء وانقطاعات المرتبات وغلاء الأسعار وانعدام المشتقات النفطية. وقالت الأيام: شهدت من كانت تعرف بمدينة الأمن والسلام قبيل حلول شهر رمضان بأيام العديد من الجرائم البشعة وغير الأخلاقية. على الرغم من هذه الظروف الصعبة والمعقدة، إلا أن أهالي عدن ما زالوا محتفظين ببعض العادات والتقاليد الأصلية أو الأصيلة حتى اليوم، حيث ما زال المرء يشاهد الأواني والصحون المحتوية على ما تيسر من الوجبات الرمضانية وهي تتنقل بين الجيران. أعطني حريتي أولا. تحت هذا العنوان كتبت رشا عمران مقالها المنشور في العربي الجديد، مضيفة في أجزاء من المقال: لماذا لا تتاح لنا نحن الكاتبات العربيات فرصة التعبير عن ذواتنا وأفكارنا ومشاعرنا ورغباتنا بالوضوح الذي تعبر به الأخريات غير العربيات عن ذلك؟ ثمة اتهام يوجه دائما للكاتبات العربيات والشاعرات خصوصا، أنه لا توجد حتى الآن شاعرة عربية استطاعت أن تترك علامة فارقة في الشعر على مستوى العالم. لا بأس، لن أعترض على هذا الاتهام، ففيه من الحقيقة ما يمنع الاعتراض. ولكن أولا، ما هو عدد الشاعرات في العالم اللواتي تركن هذا الأثر قياسا بعدد الشعراء؟ ثانيا، ما هي الفرص المتاحة للشاعرة العربية للدخول في تجارب حياتية وسياسية واجتماعية وجسدية من دون أن ترجم من أقرب المقربين إليها؟ ولو أتيح لأي شاعرة خوض هذه التجارب، هل يمكنها الكتابة عنها وتعبير عن آرائها وأفكارها ورغباتها وعما يدور في خلدها من دون أن تصم بأحط التهم الأخلاقية المجتمعية؟ ثم هل من رجل عربي يعيش في بلاد العرب حتى لو كان مثقفا كبيرا يرضى أن يجمع مذكرات زوجته أو شقيقته أو ابنته أو والدته وينشرها على الملأ كما فعل تيد هيوز؟ تخيلوا معي لو أن رجلا عربيا قرأ مذكرات زوجته، ماذا سيحدث؟ نحاكم على كل شيء. لا يصدق أحد أن ثمة إبداعا يحفر عميقا من دون أن يحاط بمناخ كبير من الحريات الفردية قبل السياسية. أعطيني حريتي وخذ مني إبداعا حقيقيا. شرع القيادي الحوثي المعين منذ أيام وزيرا للصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا طه المتوكل في تنفيذ مخطط جماعته الرامي إلى استكمال تجريف القطاع الصحي والسيطرة على سوق الأدوية في صنعاء، وعنون موقع الصحوة نت.
فرض إيتاوات جديدة على شركات الأدوية وإجبارها على تزويد المستشفيات الحوثية بالعلاج. وقال الموقع إن الوزير الحوثي كثف من تحركاته الميدانية في أوساط المؤسسات الصحية الخاضعة للجماعة في صنعاء تمهيدا لاستكمال تحويثها ونهب مواردها المالية. أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأنه أعد لائحة بأسماء العشرات من موظفي القطاع الصحي ومديري المستشفيات والمراكز الصحية تمهيدا لإطاحتهم وتعيين عناصر طائفيين موالين للجماعة. كما أفادت المصادر الرسمية للجماعة بأن وزيرها الطائفي انتقد منظمة الصحة العالمية قبل أن يجتمع مع ممثل لها. وكشفت المصادر أن وزير الميليشيات الحوثية أبدى اعتراضه على استيراد الأدوية من بعض البلدان العربية وحض المستوردين على البحث عن مصادر أخرى للدواء من بينها إيران وسوريا ومقاطعة الأدوية ذات المنشأ الخليجي. نكبة فلسطين ونكبات العرب، تحت هذا العنوان كتب بشير البكر مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في جزء من المقال. نكبة فلسطين بلغت عمرها 70 منذ أيام قليلة، مرت ذكراها وسط هبة كبيرة بدأت بمسيرات العودة التي قام بها الفلسطينيون في قطاع غزة أيام الجمعة منذ 30 مارس آذار الماضي، وكانت الذروة يوم الاثنين الذي سقط فيه أكثر من 60 شهيدا وقرابة 2000 جريح، وتزامن ذلك مع حدث ذي رمزية عالية وفاقع في الشكل والمضمون تمثل باحتفال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وكانت الرسالة من الهبة الفلسطينية التأكيد للعالم في الذكرى 70 للنكبة أن الشعب الفلسطيني يرفض الظلم التاريخي الذي لحق به وسيظل على ما درج عليه طوال عقود النكبة، يواجه بجدارة شروط تصفية قضيته ولن ينكسر على الرغم من التغييرات الإقليمية والدولية التي لم تلعب في أي وقت من الأوقات لصالحه بل كانت تعمل ضده، وخصوصا انحياز الولايات المتحدة التي وقفت إلى جانب إسرائيل وأمدتها بكل وسائل التفوق في وقت عطلت فيه كل إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وجاء موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب ليشكل نقلة جديدة في الموقف الأمريكي أكثر عدوانية وتنكرا للحق الفلسطيني من كل الإدارات السابقة. واجهت القضية الفلسطينية محاولات العرب إخضاعها وتصفيتها منذ تأسيس منظمة التحرير وانطلاق العمل الفدائي. في تقرير خاص يعنون الموقع بوست حول واحدة من أهم الصعوبات التي تواجه اليمنيين وعلق الموقع: قطع الرواتب حرب جديدة أفقرت ملايين اليمنيين. وقال الموقع ساردا قصة أحد الإعلاميين: لم يكن سليمان سحاري يتصور أن تحيله الحرب إلى عاطل عن العمل ويبحث عن مصادر دخل جديدة، كان أحدثها أن فتح كشكا صغيرا أمام منزله في صنعاء. يضيف الموقع: فقد وظيفته الرسمية مديرا للإدارة الدينية في التلفزيون اليمني منذ سبتمبر 2014 والتي بقي فيها أكثر من 25 عاما. يواصل التقرير: ما إن اندلعت الحرب حتى انقلبت حياته رأسا على عقب، فظل ملازما منزله يمارس هوايته في تربية الحمام والدجاج والأرانب ورعي الأغنام، إذ يجد فيها متنفسا وراحة للخروج من الواقع المؤلم وقضاء الوقت في شيء نافع. والكارثة كما يقول سليمان وقعت بعد قطع راتبه الشهري كغيره من موظفي الدولة الذين يربو عددهم على 1,200,000 موظف بمختلف المؤسسات والوزارات والمرافق الحكومية. يتابع الموقع بوست: لم يأبه بداية لانقطاع راتبه الشهري ودخله الشهري الوحيد الذي كان يعيل به أسرته، فكان ما يواسيه أن لديه بعض الأملاك في قريته سيستعين بها على قضاء حوائجه إلى أن تضع الحرب أوزارها. ميدانيا يعنون موقع المشاهد نت: اليمن استمرار التصعيد الحربي في المنطقتين الحدودية والساحلية. وقال الموقع مستندا إلى تقارير دولية: واصل حلفاء الحكومة ضغوطا حربية كبيرة باتجاه معاقل الحوثيين عند الشريط الحدودي مع السعودية بالتوازي مع حملة عسكرية ضخمة عند الساحل الغربي على البحر الأحمر. وقالت مصادر عسكرية وميدانية إن وحدات قتالية يمنية وسودانية تمكنت من قطع خط إمداد رئيسي للحوثيين
بين محافظتي حجة وصعدة، المعقل الرئيس للجماعة المتحالفة مع إيران. ومن شأن هذه الخطوة حسب مراقبين أن تفتح الطريق أمام القوات الحكومية وحلفائها لاستعادة آخر معاقل الحوثيين شمالي محافظة حجة الحدودية وتأمين التقدم جنوباً باتجاه محافظة الحديدة، حيث يقع ثاني أكبر الموانئ الاقتصادية في البلاد. يتابع الموقع: يرفض الحوثيون خطة أممية لتحييد موانئ الحديدة التي تتدفق عبرها أكثر من 80% من السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بعد أيام من أحداث غزة الدموية التي قتل فيها أكثر من 60 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية إثر اشتباكات نتجت عن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، أعلنت المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز تضامنها مع القدس وذلك بالغناء لها من جديد. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: فيروز تتضامن مع القدس بالغناء لها من جديد. ونشرت ريما رحباني ابنة فيروز أغنية والدتها الجديدة التي تحمل اسم إلى متى يا رب على موقع يوتيوب وعلى حساب المطربة الرسمي على فيسبوك، وعلقت على مقطع الفيديو الخاص بالأغنية قائلة: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي. وظهرت فيروز في الفيديو وهي تغني بثياب سوداء، وفي الخلفية ظهرت صور أخرى للاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في قطاع غزة. وتم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس في 14 من مايو أيار الحالي، ما أثار ردود فعل غاضبة في فلسطين وفي العالمين العربي والإسلامي. وسبق لفيروز أن غنت للقدس من خلال أغنية زهرة المدائن التي سجلتها عقب هزيمة الجيوش العربية في حرب 67. يسقط القيصر، تحت هذا العنوان كتبت أناستازيا إيديل مقالها المعاد نشره في الغد. قبل قرن من وقتنا هذا حاول الشاعر الإسكندر بوشكين رفع معنويات صديقه الفيلسوف بيوتر تشاديف الذي اعتبر مجنونا لانتقاده القيصر نيكولاي الأول، فتنبأ بقدوم عصور أفضل عندما تنهض روسيا من سباتها، وكتب عبارته الشهيرة: سوف تحفر أسماؤنا على أنقاض الاستبداد. وبعد 200 عام تقريبا وثلاث ثورات، ومن فوق القاعدة المنصوبة في قلب الميدان الذي يحمل اسمه، أخذ تمثال بوشكين البورونزي يحدق في حشود المتظاهرين من مواطنيها المعاصرين، وقد اعتمروا تيجانا ورقية صورية وهم ما يزالون يحاولون إيقاظ روسيا من سباتها الأزلي أمام جلاديهم الملوحين بالسياط في زي القوازق. وربما حفر اسم بوشكين على عدد كبير من النصب التذكارية، لكن نبوءته لم تتحقق بعد، على الرغم من كون بوتين نتاجا للاتحاد السوفيتي، حيث كان ينظر فعلا إلى كلمة قيصر على أنها كلمة منتهية ومسيئة، فإنه يظهر ولعا شديدا بالمستبدين من الحكام القدامى. وقد استطاع بوتين بدعم قوي من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية أن يعزز بشدة مفهوم قداسة سلطة الدولة وخطيئة ودنس مقاومتها، وقد اعتلى عرش الأباطرة البيزنطيين فوق جبل آثوس المقدس في اليونان، وصور رئاسته المؤبدة على أنها عبء يتعين عليه أن يحمله في سبيل بلده وشعبه. اتفاقية أبرمها الرئيس الأمريكي السابق وزوجته، واحدة من الأخبار المنوعة في صحيفة القدس العربي بعنوان: نتفليكس توقع اتفاقا مع باراك أوباما وميشيل أوباما لتقديم برامج تلفزيونية. وقال كبير المسؤولين عن المحتوى في نتفليكس إنه يشعر بفخر كبير لاختيار أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي والسيدة الأولى منصة نتفليكس لسرد قصصهم العظيمة. وبحسب الصحيفة أسس الزوجان شركة من أجل هذا المشروع أطلق عليها اسم هاير جراوند برودكشنز،
وقالت الشركة إن هذا الاتفاق الذي يستمر لعدة سنوات يتضمن إنتاج أفلام ومسلسلات، ومن المحتمل أن يشتمل أيضا على سلسلة من البرامج النصية والمرتجلة بالإضافة إلى أفلام وثائقية وتحقيقات. سوريا خضراء، تقول أفين إسماعيل، لكن هنا كان المكان صحراء قبل أن نبدأ في زرع النباتات والأشجار. هربت أفين البالغة من العمر 35 عاما وعائلتها من دمشق عام 2012، وتعيش الآن في مخيم دومز شمالي العراق، حيث نمت الأزهار وأشجار الليمون وسط الخرسانة والتراب، وتعنون شبكة البي بي سي: لاجئون سوريون يحولون مخيمهم إلى حدائق مزهرة. تقول الشبكة: مؤخرا ساعد المقيمون في المخيم في اختيار نباتات وأزهار من أجل تصميم أول حديقة من وحي اللاجئين، تعرضها مؤسسة ليمون تري تراست في معرض تشيلسي للزهور الذي تنظمه الجمعية الملكية البريطانية للبستنة. ولعب سامي، وهو لاجئ سوري يحمل شهادة الدكتوراه في علم النباتات، لعب دورا كبيرا في هذا الشأن. ويقول مونتل: لقد مشى سامي من سوريا سيرا على الأقدام طيلة 10 أيام، ممسكا بولديه في كلتا يديه حتى وصل إلى المخيم. وأضاف: لقد كان مساهما رئيسيا في اختيار النباتات مع المصمم توماسي، وشارك في التفكير والتصميم، مشيرا إلى أن فكرة هذه الحديقة وتطويرها حدث بمساعدة اللاجئين أنفسهم. وأرسلت الجمعية الملكية البريطانية للبستنة 2000 عبوة من البذور إلى مخيم دومز الشهر الماضي، بما فيها خضروات مثل الفلفل والخيار، وزهور مثل زهرة القطيفة وعباد الشمس. ما يزال اللونان الأبيض والأسود يحتلان مكانهما منذ البداية، وقد أرادت الجارديان قول ذلك عبر نشر مجموعة من صور ذات اللون الأبيض والأسود. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.